للمزيد من التحليل والمتابعة في الاستوديو الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. بعد التحية دكتور، يعني مشهد غير مسبوق، كان هناك استحقاقات انتخابية سابقة ولكن الإقبال هذه المرة مختلف، مشهد به الكثير من الوعي من الفئات المختلفة للشعب المصري، كيف قرأت هذا المشهد؟ جميل، بداية تحياتي لحضرتك أستاذة أميرة وتحياتي لكل المتابعين. يعني أنا هاخد من اسمك أميرة العقدة، فالشعب كان أمير هذا الاستحقاق الدستوري رغم تعقيدات المشهد السياسي، رغم العواصف السياسية والأنواء الاقتصادية وكل تلك المشكلات والملمات دوليا وإقليميا ومحليا، إلا أن الشعب أراد أن يكون كما عودنا، هو الأستاذ وهو المعلم وهو الملهم بإصراره على التواجد أمام صناديق الاقتراع لتأكيد أنه إيجابي، وأن هذا الاستحقاق الدستوري هو تأكيد على مسار الدولة المصرية، مسار الجمهورية الجديدة، مسار دولة يونيو 2013. فأتصور أن هذا الوعي هو تراكم هذه الخبرات والثقافات، لأن المصري حتى إن كان مصري يعني لا أي أمية أبجدية، ولكنه في النهاية في خبرات وفي حضارة 7000 سنة تحت جلد ذلك المصري، هو دائما يضرب المثل. وأتصور أنه دائما خياراته تنم عن وعي وعن ثقافة وعن إدراك وعن دربة وعن تجارب، يعني في يعني ممكن نسميه الوعي الفطري. الله ينور، وعي فطري، وعي فطري وثقافة متوارثة في الدي ان ايه المصري، في الجينات المصرية، وهو في اختياراته يعلم يقينا ماذا يفعل ومتى يفعل. هو الاستشعار الفطري للخطر. عندما يستشعر المصري الخطر يلتف حول قيادته السياسية، وراء دولته، وراء قياداته، وراء مؤسساته. مصر دولة مؤسسات، هذه المؤسسات القوية المتماسكة هي التي حفظت بنيان هذه الدولة وعدم تشظيها في أحداث يعني ما بعد 2011 وما بعدها و2013. فأتصور أنه يعني هو هذا الوعي وذلك التماسك وتلك السبيكة وهذه الهوية المصرية لم تتأثر على الإطلاق بأي تيارات أو بأي أفكار أو بأي غزو. يعني مصر مر عليها الهكسوس والرومان واليونان والإنجليز والفرس، ورغم كل ذلك احتفظت بشخصيتها، هذه الشخصية القوية التي تستطيع أن تفرز العصارات والإنزيمات وتحول أي أفكار واردة إلى جزء يتلائم ويتسق مع نسيجها المصري، مع الهوية المصرية. كانت دائما لدى الشعب المصري حساسية لكل ما هو بعيد عن الهوية المصرية، عن الفطرة، عن المتوارث لدينا، أي شيء أو تيار أو أفكار مختلفة كان دائما الشعب المصري يلفظه ويعود إلى المسار هوية المصرية الأصيلة. بالفعل، هو يلفظ الغريب والشاذ والمعوج، ولكنه يستقي المفيد ويدخل عليه يعني هذه المصرية. ويعني كما هناك مقولة معروفة أن الإسلام عندما دخل مصر يعني تمصر الإسلام، وكما قال فضيلة الإمام الشعراوي أن مصر هي البلد التي صدرت الإسلام إلى البلد الذي نزلت فيه الرسالة. فمصر لها كل هذا السمت، وهذا يحميها عبر العصور وحماها في ال10 سنوات الفائتة. وتحرك الشعب المصري محافظا على هويته، محافظا على دولته، مانعا تشظي مؤسساته في 30 من يونيو، وكان هناك شخص جسور لبى هذا النداء، وكانت دولة 3 يوليو. وهذه الصيغة، صيغة 3 يوليو 2013، والمرشحون الأربعة يقفون على هذه الأرضية، أرضية الناشونال ستيت، أرضية الجمهورية الجديدة، أرضية نظام يوليو 2013. هنا لازم نسأل سؤال، لأنه كان في أصداء وإشاعات بتصاحب أي استحقاق مهم بأنه النتيجة محسومة من البداية وفقا للرصيد السابق، إلى أي مدى اليومين أمس واليوم نفت هذه التوقعات، لو نقدر نقول إشاعات يعني استبصار؟ بالفعل أستاذة أميرة، كما أوضحت يعني فكرة أنه في مرشح من المرشحين الأربعة يعني له رصيد ضخم، له حظوظ وافرة، فكان من الممكن
ألا يكون هناك تواجد على الإطلاق أمام الصناديق، لأنه يعني ظنًا أنه فائز، فما قيم حتى المؤيدون وهم الكثرة، فلما يعني يتوجهون؟ ولكن كان هذا الدرس وذلك السلوك المصري الذي دائمًا ما يفاجئ الجميع ويباغت الكل بالتواجد والتأكيد على ذلك التواجد أمام الصناديق، لأنه إيجابي، يريد أن يظهر بهذا المظهر الحضاري، بهذا المظهر الثقافي، بهذا الوعي، وأنه يعني يؤكد حفظ وتماسك هذه المؤسسات، تماسك هذه الدولة الوطنية وإنجازات دولة يوليو 2013، وأنه يريد أن يلتف حول القيادة لمواجهة هذه الأخطار. من 10 سنوات خلت كانت هناك أخطار تهدد الدولة داخليا، قد تفتت الدولة، قد كان من شأنها أن تشظي مؤسسات الدولة، تشرذمها وتقسمها. وبعد 10 سنوات الخطر الداهم أصبح موجود على الحدود الشرقية، على الحدود الغربية، بعد أن كان داخليا أصبح خارجيا.